يا انتقاد، أنتم تعرفوا أن ترشيحكم أحدث ضجة، بعضهم قال إنه قنبلة، بعضهم قال إنه يعني بين أن معركة الرئاسة اليوم في مصر هي معركة كسر عظم، نزلتم بالثقل الكامل للإخوان المسلمين. خليني أولا أبدأ بالمأخذ الأول على الترشيح. أنتم خنستم بوعدكم الأول بعد الثورة، قلتم ما رح نرشح حدا، وائز بخيرة الشاطر اليوم مرشح الإخوان. نحن أعلننا بالفعل أننا في البداية لن نقدم مرشحا لرئاسة الجمهورية، وكان هذا القرار مبني على حيثيات معينة وعلى مجموعة من الافتراضات. أهم هذه الحيثيات والافتراضات أن احنا كنا استراتيجيتنا قايمة على التركيز على الوجود في المؤسسة التشريعية الممثلة في مجلس الشعب ومجلس الشورى باعتبار أهميتهم من ناحية تشريع القوانين المنظمة للحياة في مصر في الفترة القادمة، وأيضا الوجود بشكل معين في الجهاز التنفيذي ممثلا في الحكومة. وكان تصورنا أن يبقى في حكومة ائتلافية واسعة بتضم أكبر قدر ممكن من التيارات السياسية والوطنية المصرية، وخاصة التي نجحت على الحصول على قدر من التأييد ووصلت إلى البرلمان. يعني معلش لو قاطعتك بس لنفهم اكثر بكل دقه، وهذا جدا موضوع مهم اليوم سيد شاطر. نعم. انت تعرف من لحظه وصولي للمطار عندما اسال الناس، لانه بحب اسمع صوت العالم، تعرف اليوم هو الشعب هو الحكم، يقول هم تراجعوا، هم ابطلوا، هم وعدوا ولم يفوا، هم عن الاخوان، لدرجه انه صار في انطباع عند الشارع المصري، طبعا بعضه لديكم داعمين كثر، ولكن البعض اليوم يقول كل ما يقول الإخوان لا عن شيء فإذ بهم يريدون هذا الشيء، وكل ما قالوا لا أكثر كلما اقتربوا وحاولوا الوصول إليه. هذا كلام غير حقيقي وغير موضوعي، وأنا لا أتفق معك في هذا التقييم، لأن الواقع اللي احنا بنشوفه من خلال عمليات التصويت المستمرة للإخوان حتى بعد تقدمنا بمرشح للرئاسة تقول عكس هذا، بدليل أنه كانت هناك انتخابات الطلابية في الأسبوع الماضي والأسبوع الذي قبله، وحصل مرشحون على نسبة أكثر من 80% في معظم المواقع الذين تقدموا له. فالشعب المصري يعرف الإخوان ويثق في الإخوان، وحمل الإخوان مسؤولية كبيرة عندما أعطاهم أكثر من 47.2% في البرلمان، وأكثر من 59% في مجلس الشورى وفي كافة الانتخابات الأخرى في النقابات أو في الاتحادات. فالنسبة موجودة بهذا الشكل، هم ما في شك أنهم يدعمونكم، وبالتالي الشعب حملنا مسؤولية، ولكن يحبكم ويدعمكم كحزب معارض اليوم يجربكم بالحكم. لا مانع، لا مانع. خليني معلش نفهم من الأول. أنتم قلتم أنه بلحظة الاستفتاء على الدستور أخذ عليكم بأنه صار في دعوات بتكفير إذا قال شخص لا للدستور. هذا لم يحدث على الإطلاق، وهذا تشويه من بعض العناصر والأطراف المغرضة وغير حقيقي. وأجمع الشعب المصري بنسبة 77% بالتوافق مع نفس الرأي اللي احنا تبناه. فالمسألة العبرة بالمؤشرات الحقيقية، العبرة بصناديق الانتخاب، العبرة بصناديق الاستفتاء، وليست العبرة فقط بمجرد التحاليل. طيب. التحليلات مع احترامنا لهذه التحليلات واصحابها، انما العبرة بالمؤشر. طبعا.